17 نائب التحدي الحقيقة المبادرة مهمة للغاية، قام بها الأستاذ دكتور مدحت عامر وأساتذة الذكورة والعقم. الحقيقة مفيش حد يقدر يعمل حاجة لوحده. حق مريض السرطان في الإنجاب، حق مريض السرطان في الشفاء، حق مريض السرطان في أنه يعيش حياة رائعة وكريمة وعادية بعد نسب الشفاء. لسه كنا بنتكلم ونقول ان نسب الشفاء الحمد لله ارتفعت بصورة كبيرة جدا، وصلت لحوالي 98%. هذا الكلام لازم يصاحبه ان كمان الانسان مش يخف بس، ولكن يخف ويعيش بطريقة طبيعية جدا. ومنها والحاجات المهمة جدا هي الحفاظ على الانجاب. عندنا اليات كثيرة جدا للحفاظ على الانجاب في المرأة وفي الرجل، منها اساليب طبية ومنها اساليب جراحية. هذه الآليات لازم تبقى في بروتوكول موجود عن طريق فريق عمل ما بين أساتذة الأورام وأساتذة جراحة الأورام وأساتذة الذكورة والعقم وأساتذة النساء، بحيث إن احنا الهدف الرئيسي هو المريض. هل توجد من الحكومة أي مبادرة لتبني هذه المبادرة التي تقوم بها مستشفى؟ الحقيقة أكيد هيبقى في رد فعل من الحكومة بعد ما نكون عملنا، يعني إن شاء الله. أيوة.